ما هي بذور الكتان قبل أن نتعرف على فوائدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبوب الكتان تعتبر تدخل في الحب كل ما يعطيه حب، يعني النشويات والبقول أو القطاني، وكذلك هذه الحبوب الزيتية، وهي تدخل في التغذية. هذا هو الفرق بين القرآن والطب، أن القرآن يدخلها في التغذية، أن حبوب الكتان والحبة السوداء والحلبة والخردل والحبرشاد واليانسون والشمرة أنها تدخل في التغذية كمكون أساسي. مع الأسف الشديد يعني هي منسية في العلم الحديث، هذه الحبوب كانت منسية، يعني كان الناس، هناك أشخاص مثلا إذا مشينا العالم الغربي فهم لا يشترون لا حبرشاد ولا حلبة ولا أي شيء، العرب هم الذين يعتمدون على هذه الحبوب في تغذيتهم، وهما من نفس يعني هذه اللائحة حبوب زيتية، هذه كلها حبوب تقريبا فيها ما بين 20 إلى 25% من الزيت، وزيت نباتية جيدا في الحبة السوداء، في حبوب الكتان، في السمسم، هذه كلها حبوب زيتية، هذه كلها فيها نسبة عالية من الزيوت. الفرق ما بين الحبة السوداء وحبوب الكتان أن الحبة السوداء فيها تقريبا حمض الأوميغا 6 تقريبا يعادل حمض الأوميغا 3، والحبوب الكتان ليس فيها حمض الأوميغا 6 أثر شيء قليل، ولكن فيها حمض الأوميغا 3 حمض نسبة عالية. نعم، يجب أن تدخل في التغذية، وهي الحبوب الوحيدة التي يمكن أن نستهلك منها كمية كبيرة، يعني الحبة السوداء لا يمكن أن نتعدى 10 حبات في اليوم، ولكن حبوب الكتان ممكن أن نتناول إلى ما بين 30 إلى 50 جرام في اليوم، ليس هناك أي مشكل. الألياف الخشبية الموجودة في حبوب الكتانية أكثر من الألياف الخشبية في الحبوب الأخرى، ثم فيها حمضيات، يعني هذه الزيوت، ثم الزيوت النباتية الموجودة في الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى، يجب أن تستهلك في مادتها، باش نكون واضحين، لأن يعني العلوم الآن يقول بأن هذا تقدم علمي، والتقدم العلمي مسخر من الله سبحانه وتعالى، ثم يلعبون لنا على هذا التفسير وهذا التأصيل، ثم يستخرجون الزيت من الحبوب، ثم يقولوا بأن هذا زيت نوار الشمس، وهذا زيت الفستق، وهذا زيت حبوب الكتان. يعني يجب أن لا تستخرج زيت الكتان من حبوب الكتان، يجب أن تستهلك الحبوب كاملة لنكون واضحين. وسبحان الله، جميع الزيوت التي تستخرج من هذه الحبوب تتأكسد بسرعة، حتى أنك لا تقدر على شم رائحتها، يعني لأن قوية. الله سبحانه وتعالى خلقها لتؤكل في الحب، ولذلك القرآن لا يتكلم عن الزيوت إلا زيت واحدة، لا يتكلم، لا يعترف بالزيوت الأخرى، يعترف بزيت واحدة هي زيت الزيتون. أما زيت الكتان وزيت الحبة السوداء وزيت الحبة الرشاد وزيت الحلبة، هذه يجب أن لا تستهلك، يجب أن نستهلك الحبوب. لماذا؟ لأن حبوب الكتان فيها ألياف خشبية يجب أن تستهلك طازجة. هناك أسئلة كثيرة تريد علي، هل يمكن أن نحمصها ولا نعم نحرقها ولا شيء؟ يعني هذا هو الآن موجود داخل المجتمع المغربي، نعم، يعني تحمص. يجب أن تستهلك طازجة، يعني كما هي، يعني إما تطحن وتضاف إلى الحساء أو إلى الخبز أو إلى الشربة أو إلى شيء، إما أن تستهلك مباشرة، هي مذاقها حلو جيدة، يعني مذاقها جيد. حبوب الكتان في ألياف خشبية، من ضمن الألياف الخشبية هناك فيتوستروجينات من الليجنان، مكون الليجنان، وفيها الفيتوستيرول ولا الفيتوستيرون 2، يعني بالضبط، يعني هذه الفيتوستيرون 2 هي اللي تسوي الهرمونات عند النساء، والفيتوستيرون 2 هي تسوي كذلك هرمونات اخرى يعني داخل الجسم، هي جيده للنساء، حبوب الكتان جيده للنساء. فيها الفيتوستيرون وفيها حمض الالفا لينوليك. لماذا؟ لان الجاما لينوليك هو حمض الاوميجا 3 لا يوجد في الطبيعه، من قال ان حمض الاوميجا 3 يوجد في الطبيعه فقد كذب. حمض الاوميجا 3 يوجد في الجسم ولا يوجد في الطبيعه. الطبيعه حتى السمك وحتى السمسم وحتى الكتان وحتى جميع مصادر، واللوز والجوز وبذور قرعيات، هذه كلها مصادر الفا لينولينيك. الفا لينولينيك ثم في الجسم يتحول الى الجاما لينولينيك اوميجا 3 حمض الاوميجا 3 في الجسم، وهذا الانزيم داخل الجسم الدلتا 6 دي ساتوريز، باش نكونوا يعني مدققين وواضحين مع الناس، انزيم الدلتا 6 دي ساتوريز هو الانزيم الذي يحول الفا لينولينيك الى الجاما لينولينيك، هو حمض الاوميجا 3 في الجسم. الا ان بعض الاشخاص عندهم هذا الانزيم مكبوح او قليل او لا يوجد، هم المصابين بالسكري والذين يكثرون من اللحوم والذين يشربون كحول، هذا الثلاثة عندهم الأنزيم مكبوح ولا يعمل جيد، ولذلك يجب أن يستهلكوا كمية كبيرة من حبوب الكتان أو من مصادر حمض الأوميجا 3، لأنهم لا يحصلون، الجسم غير قادر لكي يحول الألفا لينولينيك للجاما لينولينيك اللي هو حمض الأوميجا 3 داخل الجسم، ولذلك لا يستفيدون منه. بمعنى أن الأشخاص الذين يكثرون من اللحوم حتى ولو أكل 200 جرام من الحبوب الكتان لا يستفيد منها،
يجب أن يتوقف أولا عن استهلاك اللحوم، ثم يستفيد من حبوب الكتان ومن كل شيء. إذا توقف عن اللحوم يستفيد حتى من الأدوية. هذه لأن اللحوم تحبس الأدوية. هذا جيد. الانترفيرنس هذه هذه. فالألياف الخشبية والزيوت هذه الغنية بحمض الأوميغا، يعني مش ثلاثة، يعني الألفا لينوليك اللي يعطيه حمض الأوميغا ثلاثة. بريكيرسر هذا. ثم فيها الفيتوستروجينات. يعني هذه الأشياء، ثم فيها بعض الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والمنغنيز والمغنيزيوم. ويعني هذه الحبوب هي معروفة، هي الحبوب كلها هذه اللي تكلمت عليها هي معروفة أنها ترفع المناعة في الجسم. لماذا ترفع المناعة في الجسم وتحفظ الجسم من كثير من الخلل؟ لأن العاملان اللي كاينين هما عاملان اثنين، هما الألياف الخشبية، والألياف الخشبية الألياف الغذائية فيها الفيتوستروجينات، ثم حمض الأوميغا 3. إذا اجتمعت الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا 3 لا يمكن يكون سرطان في الجسم، ولا يمكن يكون أمراض القلب والشرايين، ولا يمكن يكون إمساك على مستوى القولون، ولا يمكن يكون حتى حصى في المرارة وفي الكلية. لماذا؟ لأن كل الحوادث داخل الجسم هي تسوى، وحمض الأوميغا 3 هو سبحان الله، هو رحمة الله التي خلق في هذه الأشياء. والحمض الأوميغا 3 يحبس هذه المضاعفات، يعني يحد من مضاعفات السكري على القلب. هذه يعني ولذلك المصابين بالسكري خصوصا اللي ما زال عندهم أعمار شوية يعني صغيرة، يعني باقي شباب يعني من 20 حتى 40 سنة اللي عندهم السكري في هذه الأعمار، يجب أن يكثروا من حمض الأوميغا 3 وأن يبتعدوا من الدسم الحيواني، ثم إن شاء الله يعيشوا بسلام، ليس هناك أي 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 مشكلة. أهميتها على الصحة هي الأهمية القصوى، هي أمراض القلب والشرايين. لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 هو يمنع تأكسد الكوليسترول من الحميد إلى الخبيث. هذا مهم. يعني يمنع لأن المصيبة الكبرى هي لما يتأكسد الكوليسترول الحميد، لأن الكوليسترول الحميد يحفظ الجسم. نعم. كوليسترول الحميد يحفظ الجسم من السرطان. نعم. فال HDL هذه الهاي دانسيتي ليبوبروتين إذا تأكسدت إلى ال LDL، يعني اللو دانسيتي ليبوبروتين، ما يكون مشكل. لماذا؟ لأن ال LDL هو اللي يخلي يحبس تأكسد الهوموسيستين. نعم. فلا تخرج هذه الهوموسيستين من الجسم، ثم تحفر أو تخدش أو تجرح الشرايين من الداخل، فتتكون هذه السدادات، يعني هذه على شكل صفائح داخل هذه الشرايين، وهي العلين هي المشكل. الارتيروسكليروزيس هذا هو يأتي من الهوموسيستين، والكوليسترول هو الذي يسبب هذه الأشياء. هذه. ثم إذا كان دسم كثير والشخص لا يتحرك، ثم كان هناك كذلك خلل فيزيولوجي اللي يجعل يعني الكوليسترول يتأكسد، يعني يمشي من الحميد الخبيث، سيقع جميع المشاكل في الجسم، تقع جميع المشاكل في الجسم، ليس يعني مضاعفات قلب الشرايين، انما كل حتى سرطان. هذه فهذا هو القوة اللي قوة الحمض أوميغا 3، وهي قوة الحبوب الكتان في التغذية. ولذلك إذا تناول الشخص حبوب الكتان بانتظام في تغذيته، فسيكون لديه مخزون يعني تركيز عالي من حمض الأوميغا 3، ثم لا تصاب هذه الشرايين، لا يصاب القلب. وفي نفس الوقت بالنسبة للنساء مثلا، اجتماع حمض الأوميغا 3 مع الليجنانات، مع الألياف الخشبية، شعير، قمح، نخالة، يعني القمح الكامل أو الشوفان هذا الخرطال، أو حتى هذه الأشياء، هذه الليجنانات أو الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا 3، يعني يخلي سرطان الثدي من المستحيل يقع، لأن الحديث الفيزيولوجي اللي يقع به هذا هما إما هرمونات زينوبيوتيك، هرمونات خارجية اللي تأخذ المرأة. هذه الهرمونات يكون هناك يعني ضغط كبير لهذه الهرمونات اللي كنسميه شوك، هرمونال شوك. هذا كيخلي الأعضاء التي تعيش تحت هذا التأثير الهرموني، اللي من المبيض، اللي من الرحم، اللي من يعني الثدي، من البروستات عند الرجال، يخلي هذا العضو يعني قريب جدا من أي مشكل داخلي منه سرطان، يعني يكون قريب. ولذلك كنلاحظوا على أن السرطان عند النساء يتركز في هذه الأعضاء الثلاث، المبيض والرحم والثدي، خصوص الثدي. وكان سرطان الثدي في المغرب أكثر، الآن ده بطلع الرحم. لماذا؟ لأن حتى نمط العيش والتلوث وذاك الشيء مع الاسترس، مع المسائل عند النساء، طبعا قد يكون السرطان، أنواع السرطان تتغير وتتبدل عن نسبتها. حمض الأوميغا 3 يكبح هذه تحول الخلايا، لأن لمن خلايا الثدي لما تتأكسد تصبح مالينيت، يعني تعطي مالينيت، هي تكون خلية سرطانية. حمض الأوميغا 3 يحبس هذا الحادث هذا. مع الليجنانات، لماذا؟ لأن الليجنانات هي تعطي الأنتيرولاكتون والأنتيروديول.
الأنتيرولاكتون هو اللي يحبس يعني هذا ظهور سرطان على مستوى التلي والبروستات كذلك عند الرجال. ثم أن حمض الأوميغا 3 كذلك يكبح تأكسد التستوستيرون، لأن التستوستيرون هذا الهرمون الرجال إذا تأكسد يصاب الرجل بصلع. ثم مع المدة يكون أتروفي، يكون تضخم على مستوى البروستات. ولذلك هنا ثلاث مكونات يعني تقريبا تخلي هذا البروستات يعني ما يكونش في أي مشكل. فإذا توقف الناس مثلا عن استهلاك اللحوم اللي فيها الأوميغا 6 وفيها الدسم المشبع وهي التي تسبب انتفاخ البروستات يعني تضخم البروستات، إذا توقفوا عن هذا العامل السلبي، ثم هناك ثلاث مكونات هي حمض الأوميغا 3 والسيلينيوم والزنك، هذه ثلاث مكونات يعني تحد من انتفاخ البروستات، حتى ولو بالنسبة للأشخاص اللي عندهم يعني وصل الحد لهذا انتفاخ البروستات يجب أن يتناولوا هذه الأشياء، يعني حمض الأوميغا 3 والسيلينيوم، معدن السيلينيوم هو موجود في السمك وفي بذور القرعيات، الأوميغا 3 موجود في حبوب الكتان كذلك في اللوز والجوز والخردل وفي السمك، والزنك اللي موجود في الحبوب مثل الشعير وموجود كذلك في السمك وموجود شيء منه في حبوب الكتان، يعني هذه الثلاث عوامل هي تكبح وتحبس هذه المكونات. تقول سيدة هي تعاني من الارتفاع الكوليسترول في الدم، ونصحوها بتناول بذور الكتان وهي تسأل هل يمكنها أن تتناولها مع الأدوية. كل الأشياء مصدر حمض الأوميغا 3 يخفض الكوليسترول في الدم. باش نوسعوا للناس العيش ديالهم، ما نضيقوش عليهم. لمن قال أن حبوب الكتان يعني لوحدها فقد كذا، حبوب ليست حبوب الكتان في ذاتها، إنما الألياف وحمض الأوميغا 3 هما اللي يخفضوا من الكوليسترول، وليس حبوب الكتان. لأن حبوب الكتان تحتوي على حمض الأوميغا 3 وعلى الألياف، فهي تخفض الكوليسترول في الجسم هذا. وكل مصادر حمض الأوميغا 3، السمك يخفض الكوليسترول، حبوب الكتان تخفض الكوليسترول، اللوز يخفض الكوليسترول، الجوز يخفض الكوليسترول، السمسم زنجلان هذا، كل هذه الحبوب الزيتية، نوى القرعيات كذلك، هذه زرعة القرعة، نوى القرعيات كذلك تخفض من الكوليسترول، ونوى القرعيات فيها الزنك والسيلينيوم والحمض الأوميغا 3 وفيها التريبتوفان. تناول مطحون البذور يعني بذور الكتان بكمية يعني ملعقتين يوميا هل يؤدي إلى أثار جانبية على الأمعاء؟ ليس هناك أثار جانبية بالبتات، ولكن هذا الطريقة لاستهلاك حبوب الكتان هكذا ملعقتين لماذا؟ يعني هذا ما هو شائع داخل الوسط ولماذا لا المجتمع المغربي؟ حبوب الكتان مع الأغذية مع الحساء ومع الخبز ومع الشرب ومع أشياء، فيأكلوا حبوب الكتان مع الأكل العادي مع الخبز مع الحساء مع، ليس هناك أثر جانبي. ولكن هذا السؤال يعني دانا لواحد المهمة، هو أن الألياف الخشبية عند الكتان هي جيدة للأشخاص اللي عندهم أعراض على مستوى القولون، يعني مثل تقرح كرون ومثل القولون العصبي، هذه الإيريتيتين باول، هذه الأشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى القولون وحبوب الكتان جيدة، لأن الألياف الخشبية من الكتان هي تضمد هذه الالتهابات. هذه معلومة جيدة. نعم جيد. نعم هو جيد. نعم هذا ما نريده دائما من نصائحكم. شكرا لكم دكتور مرة أخرى. إذن هناك سؤال تقول سيدة هل يمكن تناول، كيف يمكن تناول بذور الكتان طازجة أم محمصة؟ نعم علي سنعلم الناس كيف يطبخوا وكيف يأكلوا يعني ما شاء الله. وأنتم لسعة صدركم دكتور ستجيب. من الأحسن أن لا تحرق، من الأحسن أن لا تتحمص على النار، ليش تسخن، ممكن تسخن ولكن أن لا تتحمص، إذا حمصناها تحرق هذه الألياف الخشبية. ومع الأسف نضيع مكون أساسي من حبوب الكتان، فإذا حرقنا هذه الألياف الخشبية وحتى الزيوت ربما تتأثر، وبعض الفيتامينات على شكل أثر ربما تتأثر، وكذلك المكونات المحفزة لبعض الأنزيمات وبعض الهرمونات تتأثر. علي الفيتوستيرون لا تتأثر بالنار، حمض الأوميغا 3 لا يتأثر، زيت لا يتأثر كذلك، ولكن الألياف إذا لا تتأثر يعني إذا سخناها على النار، أما إذا حرقناها فطبعا هذه الألياف يعني لا نستفيد من حبوب الكتان مع الأسف الشديد، ولا 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 الحبوب الأخرى. من الأحسن ألا يعني لا يحمصوا أي حبوب، من الحبة السوداء تؤكل طازجة هكذا يعني مباشرة،
حبوب الخردل هذه الحب رشاد تؤكل طازجة كذلك مباشرة إما مع الحليب إما مع هذا اللبن الخض إما مع الحساء إما مع الكسكس إما يعني هناك ولكن هناك بعض النصائح السلبية أن هناك من أصبح يفزع الناس ببعض النصائح وأنه كثير أنا سمعت كثير من 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 العشاب ينصحون الناس بعدم تناول كثرة حبوب الكتان لأنها تصيب الغدة الدرقية هذه نصيحة كاذبة وهذا كذب على الناس ثم أن ليس لهؤلاء الناس بأن ينصحوا فالعلم علم والجهل جهل أكيد. هذا الشخص يبيع أعشاب نعم فالبيع حلال في الإسلام نعم. حل الله البيع وحرم الربا لا يمكن أن ينصح يبيع أعشاب نعم. نعم ممكن يبيع أعشاب هكذا حبوب وأعشاب غير مطحونة غير مخلوطة ليست على شكل ودون حرام. نصائح نعم حب رشاد من أراد أن يشتري حب رشاد هاو أراد أن يشتري حبوب الكتان هاي أراد حب سودة هاي يبيع أعشاب نعم أن يعطي نصائح لا نعم. سؤال أخير وفي دقيقتين يا دكتور تسأل هذه السيدة هل فعلا بذور الكتان تنقص من الوزن كل العالم يسأل عن شيء يأكله ثم يشفى من المرض هذا لا يوجد لا يوجد باش نكون واضحين هذا لا يوجد ولن يقدر عليه أحد لكن الذي ممكن أن يقدر عليه الشخص هو أنه يراقب نمط العيش نعم. إذا راقب نمط العيش لا يكون لديه وزن ولا يكون لديه حتى خلل داخل الجسم ولا يكون لديه أي شيء نعم. ليس هناك وصفة أو خلطة سحرية أو علاج سحري أو دواء سحري كيماوي كيف ما كان ينقص من الوزن لا يوجد لا يوجد النظام الغذائي من قال أن لديه دواء ينقص من الوزن فقد كذب على الناس نعم. دواء نقصان الوزن والجوع والحركة الجوع والحركة هذا لعموم الناس على الكرة الأرضية بالنسبة للمسلمين أن يصوموا بالنبات لماذا لا يصوم الشخص لماذا لا يصوم مرتين وثلاثة في الأسبوع أن يصوموا بدون لحوم حيث هناك من يصوم يومين في الأسبوع ولكن لما يصوم يأكل ثلاث أضعاف من الأحسن أن لا يصوم هذا فيعني الصيام يكون صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صيام مقنن أن الشخص يصوم ويكتفي بما وجد يعني بما يسد به رمق يعني أن الجوع والحركة الجوع والحركة هناك سمنة تترتب عن خلل فيزيولوجي تترتب عن هرمونات النساء اللي ياخذوا التي يتناولن حبوب منع الحمل هذا النساء عندها زيادة في الوزن يتتوقف أولا عن تناول الحبوب ثم تعمل ديتوكس يعني كلينز هذا غسل الجسم غسل الجسم بعد نظام نباتي لمدة 6 أشهر تشرب الماء بكثرة وتتحرك كي تغسل جسمها أولا من أثار الهرمونات.